فتت الحمص، نقعت 300 جرام حمص ليلة كاملة، بعدين بتخلص من الماء وبغسله جيد، بطبخه حتى ينضج، ممكن أوضع معلقة صغيرة بكربونات الصودا حتى ينضج بسرعة. بطحن أول طحنة، بتركه يبرد بوضعه بالثلاجة. هذا أول طحنة. بقطع رغيفين من الخبز قطعة صغيرة وبوضع عليه مية الحمص من اللي طبخناه، من المية اللي طبخناها اللي زادت من الحمص. ممكن أعمل لحمة وقليل من الملح، ممكن أقلي مع لوز، وهيك بنجيب الحمص بعد ما يبرد بنوضع عصير ليمونتين، بنوضع قليل من الملح وكوب من الطحينة أو حسب الرغبة كمية الطحينة. هيك أصبح جاهز، بوضع معلقتين من الحمص وهيك بخربطهم مع بعض. هيك أصبح جاهز، بوضع حمص من اللي سلقناه، بوضع دقة الفلفل مع الليمون، بوضع اللحمة واللوز والبقدونس وزيت الزيتون. نسينا هي اختياري. عندي تقريبا 1000 وصفة صحية. المهتم بالغذاء الصحي يشترك حتى يوصلكم كل جديد. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.